غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو، سلام ونعمة. قناة الحرية. أهلا وسهلا بك، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. ما حضرتك أبو مريم؟ أهلا وسهلا بك. في حد ممكن نكلمه؟ عندي استفسار بس. المذيعين ممكن نكلمه؟ أو لو في حد عندكم كاهن أو شيء، عندي استفسار بس. لا، ما عندناش مكان ولا عندنا خدام خالص في القناة، احنا كله بنتسجل مع مش من هنا. نعم يا فندم. كل متأسف، قلت ايه تاني؟ معلش، ما عندكيش ايه؟ ما عندناش خدام يتحدثوا معاك، لان كل الحاجات بتيجي من مصر مش من هنا. بتيجي من مصر وانتزوها من امريكا، ها؟ ايوه صح كده. طيب، طب في ممكن استفسار اقول لحضرتك انت لو عندك علم يعني؟ لا، ما عنديش وقت الحقيقة عشان اتكلم واتحدث في حاجات، انا عندي شغل قد كده. انت عندك شغل يعني؟ مش مستعدة للكرازة كما يقول الكتاب، مستعدين دائما. قفلت التليفون، اتفضل. هي طبعا عارفة انا مين. قناة الحرية، قناة الحرية، وهي قناة قبطية ارثوذكسية. قناة الحرية، قناة قبطية ارثوذكسية. شوف اللوجو بتاعها ايه، شوف بيقول ايه. بيقول لك ايه؟ اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل الخليقه كلها. والله العظيم كده يا اخوان، لو تدخل على القناه تقول كده، اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل الخليقه. ياتي اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، اذا مات الاله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه، فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمعها؟